أفاضل، أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير ومحبة وسرور. نحييكم بأجمل تحية صباحية من أرضية هذا الميدان بهذه الانطلاقات والتحديات الجميلة التي نتابعها هنا مع شوطنا المنطلق، هو الشوط الخامس في مجموع الأشواط وشوطنا الخامس الخاص هنا بالحول أيضا من هجن أصحاب السمو الشيوخ في هذا الصباح المميز الجميل. طبتم وطاب صباحكم بالخير، نسير معكم مع هذه الانطلاقة نتابع الصدارة الأولى على الصدارة على المقدمة على المركز الأول هنا من هجن الرئاسة بمتابعة حمدان بن محمد بن سعيد بن مروشد، وكذلك هملولة أخرى على ثاني المراكز هنا من هجن الرئاسة وحمدان بن محمد بن سعيد بن مروشد في المتابعة، بينما المركز الثالث ثاتينا هنا شاهينية، رابعا كذلك الشاهينية هجن العاصفة مع غياث الهلالي، وعلى المركز الخامس أفراح المنطلقة بهذه الانطلاقة لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم مع طارش بن مبارك بالقوبعة في التضمير هملولة، تأتينا على المركز السادس من هجن الرئاسة مع حمدان بن محمد بن سعيد بن مروشد، ومن الجانب الآخر أفراح المنطلقة هنا لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم مع طارش بن مبارك بالقوبعة، ثامن مراكزنا المنطلقة في هذه اللحظات الشاهينية من هجن ند الشبا مع سالم بن سعيد في التضمير، من تأتينا على ثامن المراكز تاسع المراكز الشاهينية من هجن العاصفة مع غياث الهلالي، عاشر مراكزنا والمنطلقة هنا الشاهينية من هجن ند الشبا مع سالم بن سعيد في التضمير. هذه هي النتيجة مشاهدينا ومتابعينا الكرام لمراكزنا الأولى المنطلقة بهذه التحديات الجميلة. نسير معكم مع هذه الانطلاقة، نسير ونعود إلى الصدارة إلى المقدمة إلى المركز الأول صدارة هذا الشوط، والمقدمة والمركز الأول والصدارة الصدارة هنا والمنطلقة هملولة من هجن الرئاسة هناك على الصدارة وعلى المقدمة هنا منطلقة بصدارة هذا الشوط وبالمقدمة، بينما هناك أيضا في هذا الانطلاق حمدان بن محمد بن سعيد بن مروشد من يتابعها على الصدارة وعلى المقدمة، ثاني المراكز الشاهينية هجن العاصفة بمتابعة هنا غياث الهلالي، هملولة من الجانب الآخر هنا من هجن الرئاسة، كذلك حمدان بن محمد بن سعيد بن مروشد في المتابعة والتضمير، بينما المركز الرابع الشاهينية من هجن ند الشبا مع سالم بن سعيد في التضمير، أفراح القادمة هنا منطلقة على خامس المراكز هنا بهذه الانطلاقة الجميلة لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم بمتابعة طارش بن مبارك بالقوبعة، هنا مضمر الشرق الأوسط من يتابعها على المركز هنا الخامس وسادس مراكزنا، أيضا أفراح أخرى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم أيضا مع أبو بطي طارش بن مبارك بارك بالقوبعة في التضمير، الشاهينية والشاهينية القادمات بهذا التحدي، سابعا وثامنا هنا من هجن الرعاصفة بقيادة غياث الهلالي، ان تأتينا هنا بهذا الانطلاق تاسع مراكزنا والمنطلقة هنا في هذه اللحظات هملولة هجن الرئاسة بمتابعة حمدان بن محمد بن سعيد بن مروشد، ومركز العاشر تأتينا الشاهينية من هجن ند الشبا مع سالم بن سعيد على المركز العاشر. هذه هي النتيجة، ثاني نداء لمراكزنا العشرة الأولى لنا عودة مشاهدينا ومتابعينا الكرام إلى الصدارة إلى المقدمة وإلى المركز الأول. صدارة هذا الشوط لا زالت هملولة هي المسيطرة على زمام الأمور وعلى الصدارة وعلى المقدمة وعلى المركز الأول
والصدارة من هجن الرئاسة مع هنا مضمر متجمل حمدان بن محمد بن سعيد بن مروشد من يتابع هذا الانطلاق والتحدي الرائع الجميل مع هملولة، بينما الشاهينية من هجن ند الشبا تأتينا على المركز الثاني بقيادة سالم بن سعيد، أفراح تأتينا ثالثا، كذلك أفراح رابعا هنا لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم مع طارش بن مبارك بالقوبة في التضمير على المركز الرابع، خامسا سادسا سابعا هنا هجن العاصفة وشواهينها بقيادة غياث الهلالي، بينما المنطلقة هناك في هذا الانطلاق والتحدي تأتينا هملولة وهملولة على المركزين الثامن والتاسع مع هجن الرئاسة وحمدان بن محمد بن سعيد بن مروشد، والمركز العاشر الشاهينية هجن ند الشبا مع سالم بن سعيد في التضمير. نتابع مشاهدينا الكروم الصدارة، نتابع المقدمة، المركز الأول ولا زالت هملولة هي المسيطرة على زمام الأمور وعلى الصدارة وعلى المقدمة والمركز الأول صدارة هذا الشوط هنا وانطلاقة وتحدياتها. هملولة إذن المسيطرة من هجن الرئاسة مع حمدان بن محمد بن سعيد بن مروشد في التضمير، يبغي النقطة الثانية بهذا الشعار بهذا الصباح المميز الجميل، بينما القادمة هنا الشاهينية على المركز الثاني هجن ند الشبا مع سالم بن سعيد كذلك يطمح بنقطة ثانية في سباق صباح هذا اليوم، بينما من الجانب الآخر التسلل من هملولة 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 هجن الرئاسة هنا حمدان بن محمد بن سعيد بن مروشد هنا يعزز الصدارة يعزز المقدمة بثنائية جميلة. هناك أفراح القادمة ثم الشيخ مكتوم بن محمد بن راهب بن سعيد مكتوم مع طارش بن مبارك بالقوبع والشاهينية من هجن العاصفة مع غياث الهلالي أيضا قادمة بهذه الانطلاقة وبهذا التحدي الرائع الجميل. الكيلومتر الأخير افتتحنا أبواب والصدارة الصدارة هنا ثنائية لهجن الرئاسة هنا بمتابعة مضمر متجمل حمدان بن محمد بن سعيد بن مروشد هنا على الصدارة مع ثنائية جميلة، أرى الشاهينية القادمة هجن العاصفة مع غياث الهلالي، أفراح كذلك قادمة هنا في هذه الانطلاقة هنا لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راهب بن سعيد مكتوم مع طارش بن مبارك بالقوبة والشاهينية هجن العاصفة مع غياث الهلالي، ولكن هنا الصدارة الصدارة والمقدمة هنا في هذا الانطلاق الجميل والتحدي الرائع هنا مع صدارة هذا الشوط هملولة وهملولة على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط للانطلاقة الجميلة هنا والتحدي الثنائي الجميل لهجن الرئاسة هنا مع هذا الانطلاق المميز الأخير هنا أيضا بانطلاقة هملولة وهملولة، بينما أفراح القادمة هنا في هذه اللحظات هنا، ولكن الصدارة والمقدمة والمركز الأول. تهانينا تهانينا للمرة الثانية هنا لهجن الرئاسة على هذا الفوز المميز لهملولة وهملولة في المركز الثاني. شكرا مضمر متجمل حمدان بن محمد بن سعيد بن مروشد المركز الثاني، المركز الثالث وصلت أفراح لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راهب بن سعيد مكتوم، المركز الرابع الشاهينية هجن العاصفة، خامسا كذلك أفراح لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم. نعود إلى التوقيت الزمني مشاهدينا ومتابعينا الكرام هنا ولحظة الوصول
للانطلاقة هنا لهملولة من أعلنت الفوز وأعلنت الناموس. قاطعة المسافة بفترة زمنية مقدارها ولحظة الوصول هنا 9 دقائق والتوقيت الزمني 57 ثانية بالوفاء والتمام والكمال. تهانينا وناموس كذلك هملولة من حلت على المركز الثاني من هجن الرئاسة أيضا بقيادة حمدان بن محمد بن سعيد بن مروشة 9 دقائق 57 ثانية بالوفاء والتمام والكمال. بينما أفراح من أتتنا على ثالث المراكز سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم بمتابعة طارش بن مبارك بالقوبة 9 دقائق 57 ثانية جزئين من الثانية. تهانينا والناموس تهانينا للجميع. التواصل يستمر إذا